مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كعاده حلقات اخبار اون تايم، وزي ما حضراتكم متعودين معانا يكون لينا كده جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه. كمان هنتكلم مع حضراتكم عن كل بقى كواليس الكره العالميه وكمان الالعاب الاخرى. كل ده هيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعنا، الرياضه. اسمحوا لي نبدأ حلقتنا في البداية بأهم وأبرز العناوين. رابطة الأندية المحترفة تدرس طلب زيادة أعداد الجماهير في الموسم المقبل. محمد هاني يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلي. أوسوريو يبلغ مجلس الزمالك برفضه رحيل زيزو. اليوم الإسماعيلية تنتظر مجلس إدارة جديد لقيادة الدرويش. وعالميا ليفربول يتفق مع فيورنتينا على صفقة مرابط. من أهم وأبرز العناوين نبدأ مع بعض أخبارنا المحلية. مش مجرد اسم او شعار، زملكاوي وافضل هداك مع نصور حسن المحلة مش اي نادي. خلي بتشجع الاتحاد، المصري كان كبير وده مش كتير نفضل معاه. لعبوا هنا الهدف الاول للاسماعيلي، ولكن راية لا هدف. استلام احمد عاطف، خطيره 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 خطيره، هدف اول، هدف اول، هدف اول. جول 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 جول، الكره ثابته من روما. نبدأ أخبارنا المحلية من عند مسؤول رابطة الأندية المحترفة، اللي من المفترض أنهم هيعملوا اجتماع بقى مع مسؤولي اتحاد الكرة وجلسة كده خلال الأيام المقبلة مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في الموسم المقبل للدوري. ده بالمناسبة أمر إيجابي جداً، عارفين كلنا أن أعداد الجماهير في الموسم اللي فات وصلت ل 3000 مشجع في كل مباراة لكل فريق، والاتحاد بقى ومع رابطة الأندية بيشتغلوا بشكل كبير جدا لزيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة. عارفين طبعا أن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أستاذ أحمد دياب قررت تحديد الموعد النهائي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024 في الاجتماع المقرر ليوم 2 سبتمبر المقبل، وتم تحديد موعد مبدئي في أحد أيام 19 أو 20 سبتمبر لانطلاق الموسم القادم للدوري خلال بقى اجتماع الرابطة القادم. هيحسم أو هيتم حسم اليوم بالتحديد، وإن شاء الله يكون موسم قوي ويكون موسم يليق بالرياضة المصرية. نروح لأخبار الأندية، والبداية النهاردة مع القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونبدأ من عند الخبر الأهم لكل جماهير نادي الزمالك من عند أحمد سيد زيزو لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، حيث رفض طبعا المدير الفني نادي الزمالك أوسوريو رحيل زيزو بعد العرض المغري اللي تلقاه نادي الزمالك من الشباب السعودي لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أكد أوسوريو لمجلس إدارة نادي الزمالك أهمية استمرار اللاعب في الفترة المقبلة لأنه من أهم اللعيبة في الفريق، وبالتالي بقاؤه أمر ضروري في الفترة القادمة. شد مدرب الزمالك لمجلس الإدارة على أهمية استقرار الفريق وعدم حدوث أي هزة في الفترة المقبلة، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قرار نهائي برفض رحيل اللاعب من صفوف الفريق في الفترة القادمة بسبب حاجة الفريق ليه، وجاء قرار مجلس الإدارة بعد مشاورات بين أعضاء المجلس خلال الساعات القليلة الماضية. تم الاتفاق في النهاية على التمسك
باستمرار زيزو داخل نادي الزمالك، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي شدد مصدر داخل نادي الزمالك أن نادي الشباب سيتقدم خلال الساعات القادمة بعرض مادي جديد لنادي الزمالك لضم اللاعب. بس يعني مش عارف العرض ده هيكون يعني تقابله ايه او هيقابل ازاي داخل نادي الزمالك بعد ما تم رفض اللاعب. هنتابع مع بعض القرارات خلال الساعات القادمة، ولكن حتى الآن وحتى اللحظة اللي احنا فيها نادي الزمالك يقول زيزو مش للبيع. نروح لخبر تاني ولسه داخل نادي الزمالك، حيث طلب أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك تجهيز بقى تقرير عن أبرز اللاعبين في قطاع الناشئين. عمل اجتماع مع طبعا الجهاز المعاون وطلب منهم تقرير في كل إمكانيات اللعيبة اللي في قطاع الناشئين. قال ممكن نستعين باللعيبة خلال الفترة القادمة حيث سينضموا إلى الفريق في فترة الإعداد. وشدد أوسوريو للجهاز المعاون أنه هيكون اللاعبين الناشئين ليهم دور مهم جدا مع نادي الزمالك، وبالتالي لابد أن يكون هناك اهتمام كبير بهذا القطاع بالعناصر المميزة به. ويعاني الزمالك من أزمة قيد خلال الفترة الجاية قد تستمر إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وبالتالي مش هيكون قدام أوسوريو أي خيار غير أنه هو اللعيبة المقايدة معاه أو الراجعين من الإعارة أو أبناء نادي الزمالك من الناشئين. لسه مكملين مع نادي الزمالك، وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بدء فترة الإعداد لموسم الجديد في أول يوم من سبتمبر 1 سبتمبر المقبل. وعقد المدير الفني اجتماعات في الأونة الأخيرة مع أفراد الجهاز المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم القادم. أوسوريو منح اللعيبة طبعا راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية اللي أقيمت بالسعودية قبل بدء فترة الإعداد في مطلع الشهر المقبل. خلينا نروح من نادي الزمالك لنادي الأهلي والقلعة الحمراء، حيث يرحب محمد هاني الظهير الأيمن لنادي الأهلي بتمديد تعاقده مع الفريق، حيث أنه سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. هو ما جعل الإدارة تفتح باب تمديد التعاقد معاه، وكابتن خالد بيبو فوض اللاعب ولقى أمر يعني ترحيب كبير جدا من محمد هاني، وموضوع فاضل فيه رتوش بسيطة عشان يتحسم التجديد بشكل رسمي ويكون اللاعب جاهز ويعني العقد بتاعه مكمل ومفيش بقى فكرة الإغراءات أو الصفقات اللي ممكن تتعرض عليه. عايز أقول لحضراتكم إن مش بس محمد هاني اللي الأهلي بيسعى لتجديد التعاقد معاه، كابتن خالد بيبو بيسعى إن هو يجدد عقود كل اللاعبين اللي عقودهم قربت تنتهي. وشفنا الأسبوع اللي فات لاعب زي أفشة تم تجديد التعاقد معاه. كابتن خالد بيبو مع إدارة النادي الأهلي ومارسيل كولر بيحاولوا يحافظوا على القوام الرئيسي للنادي الأهلي، علشان الفترة بيكون فاضل موسم واحد في عقد اللاعب بيبدأ يكون في إغراءات كتير جدا، يبدأ في عروض تنهار عليه، يقدر اللاعب يفكر، فعلشان يخلوا اللعيبة تركز فقط داخل النادي الأهلي داخل المستطيل الأخضر، والأهلي عنده السنة الجاية مواسم كتير جدا، فبيكون من الأفضل إنهم ينهوا الموضوع بدري بدري. نكمل أخبار النادي الأهلي ومن عند مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي يعني وصل القاهرة يوم الأربعاء، ما هيوصل القاهرة الأربعاء المقبل بعد انتهاء الراحة اللي حصل عليها وسافر لبلاده بسويسرا، وذلك للاستعداد بقى لقيادة الفريق بالتدريبات الجماعية ومن ثم الترتيب للسفر للنمسا علشان يبدأ المعسكر الخارجي مع النادي الأهلي. من المفترض أن اللاعبين هيعودوا للتدريبات الجماعية يوم 24، ثم يتم السفر للنمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل في بداية التحضير لخوض منافسات الموسم القادم. لسه داخل جدران النادي الأهلي، والمرة دي مع هداف النادي الأهلي بقى اللي راجع من الإعارة، حرص صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على خوض تدريبات إضافية منفردا في الوقت الحالي استعدادا لظهوره الأول مع الفريق بعد العودة من الإعارة من سيراميكا كليوباترا. بدأ بقى مشواره من جديد مع النادي الأهلي، وبيسعى صلاح محسن عشان يقنع بقى بشكل كبير مارسيل كولر بإمكانياته، خاصة بعد رحيل محمد شريف لصفوف الخليج السعودي، ولسه الأهلي ما استقرش على فرود محترف مهاجم محترف أجنبي، فهو عايز يثبت قدراته. ده حق مشروع، هو هداف جيد لعيب قوي دخل الأهلي قبل كده ما كانش ليه توفيق، خرج للإعارة ورجع للمرة التانية، نتمنى ليه التوفيق بكل تأكيد.
عشان نعرف اكتر تفاصيل عن نادي الزمالك ونسال بقى زيزو مكمل ولا لا، رايه ايه في فتره ايقاف القيد. معانا نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن حماده طلبه. منورني يا ابو الكباتن كالعاده. حبيبي الف الف مبروك الاول، ودايما متالق ومكسر الدنيا زي ما انت كده على طول ان شاء الله. اشكرك يا ابو الكباتن، وشكل صحتك بدري. لا يا حبيبي، انا كنت مسافر والله وراجع متاخر، بس ما اقدرش اقول لك لا على حاجه. حبيب قلبي ربنا يكرمك ابو الكباتن. عايز اتكلم معاك عن النقطه الاهم لكل جماهير نادي الزمالك دلوقتي، هو الجدل اللي موجود حوالين زيزو. كل فتره انتقالات يجي لزيزو عروض كبيره جدا، ويبدا المدير الفني الموجود ايا كان اسمه يتمسك بزيزو، ونادي الزمالك بيحاول يحافظ على اللاعب. شايف الفتره الحاليه في ظل ايقاف القيد للزمالك، والزمالك في حاجه لمبالغ كبيره جدا، الامور هتمشي ازاي؟ وشايف الحفاظ على زيزو هيكمل ولا ممكن يكون في عروض واغراءات جامده جدا للنادي واللاعب؟ خلينا نقول اول حاجه، هذا طبعا ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك الفتره الحاليه يعني. انما زيزو من اللعيبه المهمه جدا لنادي الزمالك، ما اقدرش يستغنى عنها، ولاعيب كبير زي ما انت بتقول، كل سنه بيجي له عروض وكل سنه هو اللعيب الاهم في الفرقه. راجل شغال ملوش دعوه باي حد. من الصفقات اللي الواحد حمد ربنا عليها، بس هو الفتره ديت فتره صعبه جدا على نادي الزمالك في حته قيد اللاعبين، في الامور الماديه، ما فيش استقرار في مجلس الاداره، مشاكل كتير جدا جدا في نادي الزمالك. ما فيش اي لاعب في الدنيا يقدر يستحمل الضغوطات ديت ولا المشاكل ديت، وجمهور نادي الزمالك ربنا يكون في عونه اللي هو شايف الكلام ده، وما فيش اي حاجه بتتحل لغايه النهارده، ما عملتش صفقه محترمه النادي الزمالك يكون مطمن بيها. انا شايف ان زيزو لو جاي لعقد احتراف محترم بمبلغ كويس، انا اتمنى ان زيزو على عشان احنا كلنا نزعل وكلنا نتضايق ان احنا اللعيب مهم بالنسبه لنا ما يكون مش موجود في نادي الزمالك. انما الراجل المبلغ اللي هيخش نادي الزمالك هيحل ازمه كبيره جدا لنادي الزمالك، هيحل مشاكل القيد، هيحل المشاكل الماديه بتاعت نادي الزمالك. احنا لغايه النهارده مش عارفين نادي الزمالك ايه اللي بيدور فيه، وايه الحاجات اللي بتحصل فيه في حته القيد، في حته الماديه، في مين اللي جدد مين اللي ما جددش. نادي الزمالك محتاج اقل حاجه 8 لعيبه لازم يكونوا موجودين في الفرقه. في لعيبه كتيره جايه السنه اللي فاتت لا بعيده جدا عن مستواها، انما زيزو ان شاء الله لو ربنا كرمه والعقد دوت جاله ودخل مبلغ كبير نادي الزمالك، انا شايف نادي الزمالك الازمات الماديه ان شاء الله تحل عنده، تقدر تجيب لعيبه، تقدر تحل كل المشاكل اللي عنده. طب ما وجهه النظر الثانيه، انا بحط نفسي دلوقتي مكان الجماهير اللي بتسمعنا، ممكن يقول طب ما نخرج لعيبه كتير من الشباب اعارات ونحافظ على القوام الرئيسي. يعني الزمالك في خلال اخر سنتين ثلاثه مش هنقول فرط في لعيبه مهمه، ولكن رحل عنه اسماء كبيره زي بن شرقي، زي ساسي، زي مصطفى محمد، زي اصابات كتير، لعيبه كتير مشيت، زي طارق حامد، اسماء كبيره جدا مشيت من جدران نادي الزمالك، واكيد اثرت حتى في الاستقرار داخل الفريق. هل شايف ان الزمالك يحافظ على اخر بقى الناس اللي فاضله من الجيل ده ويخرج شباب كتير للاعارات، ولا المبلغ مش هيكون هو هو؟ والله قضى يعني انت النهارده خلي اللعيبه كلها زي ما انت بتقول الناشئين كلها طلعت اعارات وطلعت الكلام ده، عمره ما يجيب المبلغ اللي زيزو جاي فيه ومدفوع فيه. النهارده احنا شايفين السعوديه النهارده بتعمل طفره في الكره السعوديه، يعني النهارده الناس كلها متجهه للسعوديه، الناس كلها متجهه اللي تتفرج على السعوديه، كل نجوم العالم جوم السعوديه. لا انا شايف المبلغ اللي مدفوع بزيزو عمر نادي الزمالك ما هيقدر يعوضه تاني. خلينا نقول اللعيبه اللي كل اللعيبه اللي زي ما انت بتقول الناشئين اللي هتطلع اعارات عمرها ما تجيب ثمن زيزو. يعني انا زي ما بقول لك ليه الدوري المصري النهارده حتى كل الانديه بتمر بظروف صعبه في الحته الماديه. كم نادي بس اللي ممكن عندهم استقرار وهي انديه الشركات، والنادي المصري عشان عنده مستر كامل ابو علي، يعني راجل برضه بيدفع من جيبه وراجل سند النادي المصري. انا عارف ان حضرتك بتتكلم بواقعيه، ولكن الكلام ده يقلق الجماهير جامد، يقلق ويزعل جماهير الزمالك جامد. ما يقلقش، ده الطبيعي، ده الواقع اللي احنا لازم نكون كل الناس شايفين وضع، يعني كل الناس شايفه. انا عارف ان انت بتتكلم بواقعيه، ولكن بقول لك المنظور الاخر للجماهير. صح، ده انا ما انا بقول لك ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك ليه؟ اللي هو شايفه. النهارده احنا بنقول النهارده خليه ماشي ناشئ، ماشي الناشئ هيمشي اعاره وهيطلع بمبلغ كام والكلام ده، مين اللي هيدفع فيه المبلغ المطلوب؟ الناس اللي هي مشت زي ما انت بتقول بن شرقي وساسي
والناس اللي هي مشت ومش موجوده في نادي الزمالك دي كانت برضه عشان شرقي وساسي وطارق ونجم وحميد ماشي احمد واسماء كتير. ماشي فرقه يعني النهارده لما احنا بنرجع منهم صفقه بنحمد ربنا اللي واحد راجع منهم، انما النهارده الناس دي برضه مشت عشان الظروف الماديه في نادي الزمالك. كل واحد دلوقتي معلش ما فيش حاجه اسمها بقى حدش يقول لي انتماء او مش انتماء، كل واحد بيدور على مصلحته. والوقت اللي احنا فيه دوت اللي كله بيدور على مصلحته، يعني كل اي على لعيب على ذكر الارقام والانتماء، لو حضرتك في الملاعب دلوقتي وكان جاي لك عقد كبير جدا في الخليج كنت هتطلع ولا كنت تفضل ممكن تتنازل شويه وتكمل؟ والله انا الوقت الحالي الواحد مش عارف يفكر هذا، بس انا بتكلم على حماده طلبه. الحمد لله احنا كجيل 2014 2015 في لعيبه كتير ثابت فلوس في نادي الزمالك. انا فاكر بدايه الجيل ده كان باحتراف عبد الشافي. عبد الشافي الراجل صح؟ احترف عشان نادي فريق الله ينور عليك. يعني انا فاكر ساعتها عبد الشافي طلع للسعوديه وبمبلغ عبد الشافي الزمالك قدر يعمل فريق حل ازمات كتير، ما ده اللي احنا بنقوله في الوقت الحالي بتاع زيزو. يعني زيزو لو طلع هيحل ازمات كتير. عبد الشافي لما طلع الحمد لله كل الناس اتحلت وكل الناس حلت فلوسها وكل الناس ظبطوا دخل مبلغ كبير في نادي الزمالك والحمد لله وانا لعبت يعني الدنيا كلها. ايوه اما عبد الشافي طلع حضرتك جات لك فرصه تكون موجود في الباك ليفت، بس انت رقصتني دلوقتي مش عايز تقول لي لو موجود دلوقتي حماده طلبه موجود وفي اعلى مستوياته داخل نادي الزمالك وجاي له عرض كبير هتفكر ولا ايه؟ بمنتهى الصراحه انا متعب منك على الصراحه. بصراحه واقسم بالله انا لو نادي الزمالك وانا مرتاح واخد حقي ثالث ومثلث وموجود في نادي الزمالك والامور الماديه احلى. بص يا قضى اي لعيب من جوه يبقى كنت هتمشي يا كابتن. أه؟ يبقى كنت هتطلع تحترف يا كابتن. لا والله ما تعرفش ساعتها ايه اللي بيحصل، ما تعرفش ايه اللي بيدور. لما انا نادي الزمالك مشاني من نادي الزمالك وكنت راضي وكنت مبسوط لما شفت حب جمهور نادي الزمالك ليا. التوقيت ساعتها انت ما بتفكرش، التوقيت فيه ظروف خاصه. يعني ما انت عندك لعيبه لغايه دلوقتي ما تجددش في نادي الزمالك. ده السؤال اللي جاي، ده السؤال اللي جاي. فتوح هم اصلا ما بيحبوش الزمالك؟ لا لا طبعا، يعني كل لعيب بيحترم التيشيرت اللي هو لابسه، بيحترم الجماهير اللي موجوده. انت وجهه نظر حضرتك لو احتراف زيزو هيكون بفك ازمه لنادي الزمالك وتجديد عقود لفتوح اللعيب الموجودين مع ابرام صفقات وتسديد القيد، ده هيكون مبرر من وجهه نظرك؟ تمام طبعا، ده يعني ده مهم جدا جدا جدا، مبرر للناس دي تاخد حقوقها. خلي بالك انت النهارده يا قضاء برضه الناس كلها متخوفه ليه؟ زي ما انت حضرتك بتقول الناس كلها متخوفه ان مفيش لعيب نادي الزمالك عمل صفقه الناس كلها تطمن، الجمهور يطمن، ولا انا بتكلم غلط؟ لا حضرتك بتتكلم صح لسه. حتى كان الكلام على احمد عيد هل هيرجع ولا لا، واحمد عيد مضى للمصري، موجود حاليا للنادي المصري. انا بقول لك كلها امور لازم الناس تتخوف منها، وكل واحد وكل جمهور خايف على فرقته، كل جمهور بيدعم فرقته. يعني انت جمهور نادي الزمالك انا بقول لك ربنا يكون في عونهم اللي هو بيشوف، انما الامور صعبه جدا في نادي الزمالك. لازم حد يطلع يورينا ايه اللي بيحصل وايه اللي واتفقت مع ايه وايه اللي حصل ومين اللي ماشي ومين اللي موجود عشان الناس تفهم بس مش اكتر. يعني لو انت دلوقتي صاحب المسؤوليه داخل نادي الزمالك وجاي عرض كبير هتفكر في التفكير اللي قلت عليه ده؟ لا مفيش تفكير النهارده، كل ارصده نادي الزمالك موقوفه، كل اللعيبه في لعيبه مشتكيه نادي الزمالك، القيد واقف، كل حاجه. ما هو ده مفيش الا الحل، هو ده الحل البديل. انا مع ان احنا لسه بنقول يا قضاء اللي احنا زيزو لعيب مهم جدا 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 لنا، والراجل مكسر الدنيا كل سنه ما شاء الله ما شاء الله، بيعمل الدور اللي عليه وجمهور الزمالك بتحبه جدا. بس انا شايف الراجل برضه نفسه يحترف عشان نادي الزمالك تحل ازمته، يعني ده اللي انا شايفه. يعني الراجل نفسه يمشي عشان يحل ازمه نادي بص الزمالك. يعني ما اقدرش اقول كده، ولكن اللي انا اعرفه ان الناس اللي موجوده داخل نادي الزمالك او المسؤولين داخل نادي الزمالك بيحاولوا باقصى جهد عندهم ان هم يحلوا الازمه بدون التفريط في القوام الرئيسي. نتمنى طبعا التوفيق للاعب والنادي الزمالك، ونتمنى الحفاظ على القوام الرئيسي للنادي ولكل الانديه طبعا الجماهيريه. ابو الكباتن نورتني وشرفتني، ودايما بكون سعيد بالكلام مع حضرتك. دايما متالق يا كده على طول، ومن نجاح لنجاح، وانا ان شاء الله على كلمتي ان انت هتبقى احسن اعلام في مصر وانت فعلا احسن اعلام. اشكرك يا كابتن، وشكرا لذوق حضرتك كابتن حماده، من اللعيبه اللي كنا كلنا بنحترمها في الملعب، قتال لاخر ثانيه. ودايما الناس تقول لو كان معانا 11 راجل كده، 11 مقاتل
في الملعب هيكون الكرة مختلفة. اتكلمنا مع كابتن حمادة أكتر عن زيزو، وجهة نظره طبعا محترمة. هنشوف الفترة القادمة إدارة نادي الزمالك هتحاول تتصرف إزاي في ظل الأزمات الحالية. بعد ما خلصنا الكلام عن خطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا المحلية. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح بقى نكمل اخبارنا المحليه من عند نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي وجماهير نادي الاسماعيلي اللي بتنتظر بقى النهارده الانتخابات، مجلس اداره النادي اللي هتقام بحديقه رضا والملعب رقم 2 باستاد الاسماعيليه، حيث يبدا التسجيل في تمام الساعه 9 صباحا وحتى 5 مساء بكشوف الحضور بموجب بطاقه العضويه او الرقم القومي او جواز السفر او رخصه السلاح، وفي حاله اكتمال النصاب القانوني بوجود 20% او 1000 عضو ايهما اقل من الأعضاء الذين لم يحق لهم الحضور، يبدأ التصويت داخل 8 لجان فرعية ثم مناقشة جدول الأعمال، وفي النهاية يتم الفرز وإعلان النتائج تحت إشراف قضائي متكامل. يتم طبعا يضم النظام 10 مستشارين من هيئة القضاء الدولية، وتقدم 31 شخص للترشيح بقى على مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الذي يتكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وأربعة أعضاء وعضو تحت السن لتولي مهمة بقى النادي لمدة 4 سنوات مقبلة لإطفاء الاستقرار والهدوء على نادي الإسماعيلي. نتمنى التوفيق أيا كان من الأسماء اللي هتكون موجودة في مجلس إدارة الإسماعيلي، نتمنى ليهم التوفيق بكل تأكيد في الفترة القادمة. لسه مع نادي الإسماعيلي، ومرة دي بقى لفريق الكرة، حيث وضح كابتن إيهاب جلال وبعض الأمور كده الفنية، وعمل برنامج بدني كبير جدا لنجم نادي الإسماعيلي عمر الوحش، لاعب خط وسط الفريق، لتجهيزه في فترة الإعداد للموسم القادم. كابتن إيهاب جلال يعني شايف أن اللاعب انتظم بشكل كبير في التدريبات، وبعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية عقب تمديد تعاقده مع نادي الإسماعيلي، اللي أعلن نادي الإسماعيلي عن تجديد التعاقد مع نجم وقائد الفريق عمر الوحش، ذلك لمدة موسمين بناء على توصية من كابتن إيهاب جلال المدير الفني. والوحش قعد فترة كده من التخبطات والأزمات في الموسم اللي فات، يعني كان فيه شوية إيقاف للاعب وتغريمه أكتر من مرة بعد أزمات مع إدارة نادي الإسماعيلي، ولكن هو بيبدأ بشكل مختلف في الموسم الجديد. كل التوفيق ليه إن شاء الله. من الإسماعيلي نروح للنادي المصري. نادي المصري يتنازل ثنائي الفريق فريد شوقي وإسلام أبو سليمة عن مستحقاتهم المالية متأخرة لنادي المصري، ذلك بعد فسخ تعاقدهم مع النادي البورسعيدي وحصولهم على الاستغناء الخاص بهم عقب خروجهم من الحسابات الفنية من قبل الجهاز الفني بقيادة كابتن علي ماهر. وافق المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى نادي المقاولون العرب ونادي الداخلية، ده في إطار خطة النادي البورسعيدي لمنح اللعيبة بعض الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات. أما يكون في لعيبة عندك شباب من قطاع الناشئين مش هيشاركوا مع الفريق الأول بشكل كبير، الأندية بتشوف أنه يطلع إعارة يلعب بشكل كبير ويرجع السنة اللي بعدها بخبرات كبيرة يقدر يفيد النادي، ولو مش هيرجع فممكن يتباع للفريق اللي كان موجود فيه فيفيد أيضا النادي سواء ماديا أو فنيا لو رجع وانضم للفريق. من ضمن الاستعدادات للموسم الجديد يتوجه بقى فريق طلائع الجيش بقيادة كابتن عبد الحميد بسيوني غدا يوم الأحد لإسكندرية عشان يدخل معسكر مغلق في الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 4 سبتمبر المقبل، ذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للانطلاق الموسم الجديد. وضع الجهاز الطبي لنادي طلائع الجيش برنامج تأهيلي للثلاثي محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو منة لاعبة الفريق علشان ينفذوا بقى شغل كبير داخل المعسكر. وقرر كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش اصطحاب الثلاثي لمعسكر اسكندرية رغم معاناتهم من الإصابة.
نروح من طلائع الجيش لنادي انبي، واستقر الجهاز الفني لفريق انبي بقيادة الكابتن تامر مصطفى على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي للفريق المقام ببرج العرب استعدادا للموسم القادم. وكان الفريق الاول بنادي انبي انتظم في معسكر مغلق في اسكندرية بداية من يوم 16 اغسطس الجاري ويمتد حتى يوم الاربعاء المقبل لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد. حرص الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة الكابتن تامر مصطفى على وضع برنامج بدني وفني لتجهيز كافة اللاعبين بالمعسكر قبل المباريات الودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد. هو واخدين المعسكر ستيب ستيب، المعسكر الأول استعداد بدني وتاكتكس، بعد كده يكون في لقاءات ودية. كل التوفيق ليهم إن شاء الله في الموسم القادم هم وكل الأندية. بعد ما اطمنا على الأندية الأخرى دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا. طبعا النهاردة في لقاءات كتير، السبت ممتاز، ونبدأ من الدوري الإنجليزي الساعة 5 الماتش اللي كل المصريين مستنيينه طبعا، إيجيبشن كينج ليفربول وبورنموث هيكون الساعة 5، ونشوف ليفربول هيقدر يفوز بثلاث نقاط بعد أول تعادل في الدوري. اللقاء بقى اللي هيكون في ندية قوية الساعة 7:30 توتنهام ومانشستر يونايتد، لقاء هيكون يعني زي ما نقول كده تكسير عظم بين الفرقتين. الساعة 10 السيتي ونيوكاسل، وأيضا هيكون لقاء قوي جدا. نروح لأبرز اللقاءات الدوري الإسباني النهاردة، المرينجي هيلعب لقاء الساعة 8:30، ريال مدريد مع المريا على ملعب المريا. طبعا هنشوف النهاردة لقاءات ممتعة، وعشان نتكلم أكتر عن الكرة العالمية والأخبار والصفقات معانا أستاذ محمد جمال المحلل الرياضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك ومبسوط دايما معاكم. يعني في كلام كتير عايزين نتكلم عن اللقاءات بتاعة النهاردة، ولكن قبل اللقاءات خلينا نتكلم عن صفقة امرابط وليفربول وطبعا دخول مانشستر يونايتد، ولكن هل هو أقرب لليفربول ولا اليونايتد؟ بص، يمكن التقارير كلها العالميه دلوقتي كلها بتؤكد بشكل كبير جدا خلاص اقترابه من ليفربول، واعتقد هو فرصته كمان كويسه جدا في ليفربول. هو بيفكر بشكل كويس برضه، نجم مغربي ظهر بشكل مميز جدا جدا في طبعا كاس العالم الاخيره، ارتبط اسمه بكل الانديه الاوروبيه الكبيره، مانشستر يونايتد وبرشلونه وليفربول دلوقتي اخيرا. اعتقد ليفربول الاقرب للحسم، لان ليفربول انا بشوف ان هو محتاج لعيب في وسط الملعب، محتاج لعيب يقدر بعد فشل صفقه كاسيدو كمان ولافيا، فبالتالي هم عايزين. انت كنت قريب منهم خلاص، انت كنت قريب منهم لحد طبعا ما يعني حصل تدخل تشيلسي، لكن انت بتتكلم على ليفربول دلوقتي في وسط الملعب، يمكن دعم ماكاليستر طبعا وسوبوسلاي، ولكن محتاج طبعا لعيب كمان ثالث يقدر ينقل الكوره بشكل كويس معاهم. اعتقد مرابط كمان دفاعيا بشكل قوي جدا، قوي جدا يحمي ليفربول دفاعيا بشكل كبير، لان دايما مشاكل ليفربول بتبقى في وسط الملعب الدفاع. يمكن هجوم ليفربول كويس، ولكن انا بشوف محتاجين تجديد شويه دوافع من يورجن كلوب اكتر، لان انت بتتكلم في فريق في صلاح وفي جوتا وفي لوكاس وفي دياز وفي كمان لويس دياز وفي كمان داروين نونيز، في عدد كبير جدا من اللعيبه، في اسماء كبيره جدا هجوميا، فعايزين بس دوافع. طب خليني اروح معاك من ليفربول للسيتي، كانسيلو هل هنشوفه مع برشلونه ولا الموضوع بيبعد؟ بص، اعتقد يعني برضو ممكن نشوفه، مفيش مشكله، لكن جوارديولا يمكن كان ساله خلاص خرج خلاص بره الحسابات تماما، واصبح لعيب يمكن حتى لما راح البايرن ما وفقش بشكل كبير جدا مع بايرن ميونخ، وما قدرش ان هو يثبت يعني اوراقه ويقدر ان هو يشتغل كويس جدا مع بايرن ميونخ. اعتقد ممكن يكون اقرب لبرشلونه، برشلونه محتاجه، هياخد وقت كبير جدا، هيلعب معاهم وقت كبير جدا. متهيألي المشكله بس في الاتفاق بينهم وبين السيتي على الشرط الالزامي بتاع الشراء او لا. هو بالظبط كده، بالظبط، يعني الموضوع كله في الشرط البيئه نفسه. بس انا بقول لك ان كانسيلو اعتقد لو راح برشلونه هتبقى صفقه كويسه جدا، لكن الصفقه لحد دلوقتي خلي بالك هي متوقفه على بعض الامور، الرتوش في الاتفاقات في العقود، رتوش في الاتفاقات النهائيه. يعني اعتقد كانسيلو برضه هتكون رغبته بشكل كبير جدا الرحيل لبرشلونه، وشوف فريق كبير يقدر يظهر فيه بشكل كبير، وعايز يشارك في ظل الاصابات اللي موجوده او المركز بتاعه. انا بستغرب، خلي بالك ان كانسيلو كمان من اللعيبه اللي تخرج من منظومه السيتي، لانه كان لعيب مؤثر جدا في منظومه السيتي، كان بيلعب بكراته، بيلعب بكليفت، بيلعب في الدفاع، بيلعب وسط الملعب، بيلعب بشكل كبير جدا، ولكن خروجه اصلا كان بشكل عليه علامه استفهام. ما بص، ما فيش حاجه غريبه على جوارديولا، وخليني اخدك منه على لقاءات النهارده. النهارده في ابرز ثلاث لقاءات في الدوري الانجليزي بالنسبه لنا، لقاء ليفربول وبورنموث عشان مع محمد صلاح، وكمان توتنهام ويونايتد والسيتي ونيوكاسل. شايف اللقاءات دي ازاي سريعا؟ بص، اهم ماتش طبعا بالنسبه لنا هو مباراه ليفربول اكيد، ولكن احنا محتاجين النهارده صلاح يثبت تاني وجوده بشكل كبير جدا بليفربول بالتسجيل. يعني احنا
مش يثبت وجوده، ان محمد صلاح خلاص، محمد صلاح اصبح يمكن اهم لاعب في من اهم لاعبين في تاريخ ليفربول، تاريخ الدوري الانجليزي. لكن محمد صلاح محتاج انه يرجع نفسه باهداف، محتاج انه يرجع نفسه كمان وامكانياته الفنيه والبدنيه بشكل اعلى من كده، محتاج انه النهارده يسجل قدام بورنموث، فاعتقد فرصته كبيره جدا النهارده. محتاج يرد كمان بسبب المشاكل اللي حصلت، المشكله الاخيره مع يورجن كلوب والتصريحات اللي شفناها وعرض اتحاد جده والكلام اللي سمعناه. صلاح النهارده محتاج ان هو يسجل، محتاج يعيد تاني الهدوء لمحمد صلاح نفسه، يعيد تاني الهدوء حواليه بشكل كبير جدا. ماتش النهارده يمكن مش سهل برضه، ماتش النهارده مش قدام فريق يعني مثلا ضعيف، او قدام فريق ان هو ممكن يكون ما يملكش امكانيات. انت بتتكلم ان بورنموث المباراه اللي فاتت تعادل قدام ويست هام، ولكن برضه فريق يمكن انا بشوف سولانكي لعيب كويس، بشوف حتى عندهم لعيب اللي اسمه فوكس في وسط الملعب لعيب كويس، يعني برضه مش فرقه يعني سهله، او مش فرقه اللي هو برضه سهله. عشان كده صلاح لازم يسجل النهارده ان شاء الله، طبعا يسجل النهارده فيظهر بشكل جيد ويبعد بقى كل الكلام ده، او يبعد كل الاشاعات اللي بتقال. طب روحنا للقاء الثاني، توتنهام ويونايتد. بص ماتش هيبقى جامد جدا، بتتفرجوا على يعني فرقتين عندهم امكانيات كبيره جدا، عندهم لعيبه كويسه. يمكن توتنهام السنه دي ممكن تكون شكلها مختلف شويه من غير هاري كين. اتكلم على هاري كين، هو كان الهداف الرئيسي بتاعهم السنوات اللي فاتت. الماتش اللي فات تعادل قدام برينتفورد في المباراه الاولى. يمكن توتنهام عنده برضه ريتشارلسون، عنده ماديسون، وعنده سون، وعنده كروزيفسكي، وبشوف ان ماديسون هيكون صفقه قويه جدا لتوتنهام. ولكن مانشستر يونايتد بشوفه اجهز الى حد كبير جدا لمباراه النهارده. كسب وولفرهامبتون بصعوبه 1-0، ولكن من افضل الفرق اللي شفتها في الدوري الانجليزي لحد دلوقتي هي كان فريق وولفرهامبتون قدام مانشستر يونايتد. كان ماتش صعب جدا على مانشستر، كان حتى مانشستر بتحاول بشكل كبير جدا، ولكن وولفرهامبتون كانت واقفه بشكل كويس جدا في المباراه تحت طبعا قياده المدير الفني. ده بشوفه مدير فني جاي بشكل كبير جدا، هو جاري اونيل. ولكن بشوف اليونايتد النهارده برضه عنده فرصه انه ممكن يكسب توتنهام النهارده. مانشستر بتتكلم على صفقات جامده جدا، بتتكلم على لعيبه جامده زي راشفورد وماونت ورونو فرنانديز وانطوني وكاسيميرو، حتى اونانا، حتى حارس المرمى مدي، يعني عارف دفع كده شويه في خط عامل قوة كبيرة ليهم. ممكن يكون النهاردة ليهم فوز مهم جدا. يا أستاذ محمد أنا بشكرك جدا على توضيح حضرتك لأهم وأبرز الأحداث العالمية، وكمان عن اللقاء بتاعة النهاردة. وقبل ما أخلص معاكم الأخبار العالمية، عايز أقول لكم أن سباليتي بقى هو مدير الفني لمنتخب إيطاليا حتى 2026. نتمنى لي كل التوفيق، ونشوف بقى منتخب إيطاليا بشكله الجديد وبالروح والجرينتا معاه يكون عامل إزاي. وبعد ما خلصنا أخبارنا العالمية نطلع فاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد، وجي معادنا دلوقتي مع فقرة وان شوت. طبعا زي ما حضراتكم بقيتوا متعودين معانا في وان شوت، بنسلط الضوء على حدث رياضي ايجابي، لاعب رياضي عمل حاجه ايجابيه. والحدث اللي معانا النهارده اللي انا شايفه حاجه عظيمه جدا في الحقيقه هو الكلام او التصريح بقى اللي قاله رئيس اتحاد الجودو، ان اعلن في تصريح ليه ان مدينه العالمين الجديده تستضيف البطوله العربيه لانديه الابطال كل عام. ده بجد نجاح كبير جدا في التنظيم والفعاليات والمباريات والمنافسات اللي شفناها. النسخه الحاليه من البطوله نالت اشاده كبيره جدا من كافه الاتحادات المشاركه، رغم ان دي اول نسخه تقام في مدينه العالمين، الا وانها خرجت على مستوى عالمي. دايما مصر لما بتدخل في تحدي في الحقيقه بيكون الموضوع مش سهل ابدا، بس بيكون في نفس الوقت ممتع لكل الرياضيين اللي بيجوا. انا هتكلم عن مجالي، او اتكلم عن الشق اللي انا موجود فيه، هو الشق الرياضي. عمر مصر الحمد لله ما نظمت بطوله في اي لعبه الا ونالت إشادة كبيرة جدا من المشاركين فيها، سواء على الصعيد من الإقامة أو من الملاعب أو التنظيم، الصلاة، الأماكن، التنقلات. نجاح كبير جدا وعظيم يحسب أكيد للقائمين على البطولة والموجودين داخل المجال الرياضي. نسخة كانت مهمة جدا، دايما مصر في كل المحافل الدولية بتكون عظيمة. وكده خلصت أخبارنا، وأشوفكم في حلقة جاية. سلام.